برنامج يعتبر الأسوأ في تاريخ التلفزيون الجزائري وأسوأ عمل رمضاني عبر تاريخ الجزائر، استعانوا بالتفاهة والرداءة من أجل مشاهدات، مقابلها غسل حرمة البيت الجزائري والدخول إلى المنازل عبر نشر فكرهم المنحرف وتصرفاتهم التي نقول عنها مختلفة وغير عادية في البيت الجزائري. للأسف أصبح شعار أغلب القنوات الجزائرية رفع نسبة المشاهدة والدخول في السبق الرمضاني على حساب المعايير الأخلاقية، غابت عنهم الأفكار فاستعانوا بالممثلة بيونة عملاقة الكوميدية ومعها جيل التيك توك. المشكل هنا هو كمية التفاهة التي تبث عبر هذا البرنامج. الفنانة الكوميدية بيونة تعتبر هذه أول تجربة للتنشيط التلفزيوني من خلال إطلالتها عبر برنامج بيونة وجماعتها، وهو برنامج خاص بالطبخ وعادات وتقاليد مختلف مناطق الوطن في مجال الطبخ في رمضان. وأكدت بيونة أنها ستقدم هذا البرنامج بطريقة فكاهية، حيث أن الفكاهة مطلوبة بكثرة خلال رمضان لدى الجزائريين، وأيضاً لتصنع التميز في التنشيط التلفزيوني كما كان لها في التمثيل أيضاً. يا سلطة الضبط السمعي البصري، يرجى من سيادتكم الاطلاع على محتوى برنامج بيونة وجماعتها الذي يذاع على شاشة زهرة تي في. يعد فيلم دورية نحو الشرق من أفضل وأقوى الأفلام التاريخية التي أنتجتها الجزائر. يتحدث هذا الفيلم عن دورية أثناء الثورة. قلت أول فيلم تاع الحرب التحرير اسمه شهود الأمس. عمار العسكري، ذلك المخرج الجزائري الذي أبهر العالم بأعمال رسخت وخلدها التاريخ، أبرزها تحفته الخالدة الذي صدر سنة